وخيتي لك اليوم واليوم اليوم يوم القهر وظلام وفينك عويصة فين الشان والمرشان شحال غيرتي من عباد شحال صفيتي من سياد بلا شفقة وبلا تخمام حرقتي الغلة وسبيتي الكسيبة وصقتي نساكي في النعم. السلام عليكم خوتي وحبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم عندي واحد الكوموند ديال الكوكلي وواحد لاصالاد اللي هي اكثر من رائعه. نتمنى تتابعوا معايا الفيديو، ما غاديش نوريكم لي ديتاي، غادي نوريكم المرحله ديال الدريساج. راه الفيديو ديال الكوكلي ديجا شاركته معكم طريقه التحضير، غادي نخلي لكم الرابط في الصندوق في الوصف غادي تلقاوه. دابا تبعوا معايا الفيديو. هاد الناس اللي غادي نخدم هاد الكوموند راه عزاز عندي بزاف، ناس طيبين، داكشي علاش خدمت ليهم من قلبي كيف ما كنخدم لاي واحد اخر. ومن جديد كنقول لكم اي واحد خاصه شي حاجه راه من داري كنخدم ليكم كوموند وكنديبلاصا على الناس. الحمد لله ما عمرني تحاشمت مع شي واحد. اي واحد عنده شي عرس شي حفله شي حاجه ومحتاجني فيها مرحبا على راس العين، انا راه الاشاره ديالكم. يلا تبارك الله عليكم، ونخليكم تتابعوا معايا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه. وما تنساوش التعاليق ديالكم، كانت سلبيه ولا ايجابيه راه كتحفزني، كانت ايجابيه كتعطيني قوه، كانت سلبيه راه كتزيد تعطيني قوه اخرى، وكان كيهمني الملاحظات ديالكم. تبارك الله عليكم. هانتوما خوتي، دابا غادي نبداو الدريساج ديالنا. كنحطو لي بات بهاد الطريقة، ودائما كما كنقول لكم الدريساج كيبقى اختياري، كل واحد عنده الطريقة باش كيخدم. ان شاء الله راه هاد الكوموند جا على غفلة، ما وريتكمش كلشي كما قلت لكم. ان شاء الله راه غادي نعاود نفس الكوموند عندي في نفس الحاجة، غادي نحاول نخدم نفس المكونات باش نشارك معكم طريقة باش خدمتها ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى تنال هاد الصلاد هادي الاعجاب ديالكم وتعتمدوها، كتجي واعره اكثر من رائعه. هذه من احب لي صلاد ليا، كان كيعجبني نخدم بها هادشي كليان الا كان عزيز، حيت هذه كنخدم بها لشي واحد اللي كيستاهلها. هادشي اللي كاين معاك فيها شويه الخدمه وفيها حتى البنه، كل حاجه كتقدم بطريقه اكثر من رائعه. دابا ندوزو المكون الاخر. دابا هنا كندير البطاطا اللي غير درت ليها واحد شويه ديال الشرموله، حيت غادي نصاوط واحد لاصوص اللي غادي نرافق مع هاد السلطه هادي. ما غاديش ما خدمتهاش مزيان هاد البطاطا، حيت اصلا كاين صوص مرافق تعتمد عليه باش اللي القالب الحنا قصاه ولا شي حاجه. هنا كاين خيزو، خيزو اللي ما درت ليه والو كيف ما كتشوفوا، هانتوما سقتو فواحد شويه الملحه وخليتو على هذا الشكل هذا. هنا كنحط اللوبيا اللي درت ليها الزعتر وشويه الثومه، صافي هادشي اللي درت ليها الزعتر وشويه ديال الثومه. كنهم هنا بركة عليها، دابا غادي ندوزو للبربة. البربة خدمتها مع واحد شوية البصلة شوية البيرسيل عشي توما، و حتى هي راه مدرت ليها والو، مدرتش ليها لا سيزونمو. كما قلت لكم عندي واحد الصوص غادي نخدم به ان شاء الله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنا كنحط هذا ديال الاناناس، كنضغط عليه واحد شويه مزيان. ندور عليه العريشات ديال البروكولي بهذه الطريقه هذه.
بالنسبه للدريساج راه كيف ما قلت لكم كل واحد وكل واحد كيخدم بالطريقه اللي كتبغي ليه خاطرو. هذه واحد السلطه راقيه وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم اللي غادي نكملوها. فانتوما هذا السوريمي كنحطو هو والزيتون بهذه الطريقه هذه، ودائما كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. انا راه عندي بلاطو طويل بلاتي نوري لكم، ولكن كنفضلو نخدم هاد الصلاطه اللي كتجي ظاهره كتجي اكثر من رائعه. هانتوما عندي هذا راه كبير تقريبا فيه هنا تقريبا شي 75 سنتيم، ولكن كنفضلو الضيف كيجي واعر في الخدمه ديالو. و كيف ما قلت لكم هاد الصلاطه ان شاء الله ملي غادي نكملها غتعجبكم بزاف ماشي غير شويه. هانتوما البروكولي هاي فرقه كيبان لينا كنغطيوه صافي. هنايا هانتوما هادي واحد الكفته ديال الدجاج معمرها بالفرماج كتجي على هذا الشكل اللي هو رائع. المهم كما قلت لكم هذا الفيديو راه غادي نعاودو واحد الكوموند بحالو ان شاء الله، وغادي نعاود نشاركو معكم بنفس الطريقه باش نقرب لكم اي حاجه خدمتها دابا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنوا كيف العاده نكونوا عند حسن الظن ديالكم. اللهم يسر ولا تعسر. هانتوما كما قلت لكم السلطه وجدات، وهادو غادي نديرهم في طبيصله بحال هكا من هنا، ما بيتش ما بقاتش لي بلاصتهم وحطيتهم هنا حيت هادو اصلا حلوين باش تري ما كيبغيش الحلاوه بلا ما يدنا. مول الكوموند راه دار السلطه ديالو دار السلطه عجباتهم بزاف. يلا اتصل بيا قال لي لقى الكوكلي واجد مع غير الجيران ديالنا هنايا كاينين عاف الدوره، وقال لي تبارك الله عليك قال لي راه هاني جاي في الطريق قال لي الصلاه راه اكثر من رائعه والله الا فرحني بكل صدق. وهذيك الصراحه لله كنت متاكد من هذاك الشيء علاش درت عليهم طريقه اكثر من رائعه. ونتمنى ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم راه هاد الكوموند جاتني على غفله، راه عندي كوموند اخرى غادي نصاوب بحالها نفس الطلب تقريبا، وغادي ندير معكم الفيديو ديال الصلاه كلها من اتازي وندير معكم. بالنسبه للكوكلي راه ديجا خدمتو معكم، راه غنخلي لكم الرابط ديال الكوكلي في صندوق الوصف غير الامثله كتكون دائما في التزيين. بالنسبه للتزيين راه دائما على حسب الذوق على حسب داكشي اللي بغى كل واحد فينا. انتوما الاجاصات ياك الاجاص سميتو باللغه العربيه اولا البعويدات هما معسلين داكشي يا سلام سلي ولا تتكلم سمحوا لي راه تقاطات ليا الليكا ديالي داكشي علاش خدام غير بيدي، ولكن راه كما كيقولوا البنا في اليد. بالنسبه لهنا هانتوما الزيتون والمعسله فكره معسله يا سلام سلم ولا تتكلم داكشي كما كنقول لكم دائما بيان سواني بيان بنا بيان كلشي. الصراحه كيعجبني الحال اللي كنصاوب شي حاجه وهذا راه مزيج بين الملح والحلو بطريقتي الخاصه دائما، هذا كنديرو بطريقتي الخاصه ما غاديش تلقاو بحالو فشي بلاصه اخرى. و كيعجبني الحال ملي كنصاوب شي حاجه واعره وزوينه وبنينه ملي كندوقها كنلقاها كتعجبني كنعرف بلي راه خدمت مزيان وخدمت من قلبي كيف العاده. هذا الكيوي والشريحه معسله واحد السوريز الفوق كندير واحد الكيوي هكا واحد المشمشه هكا. و هانتوما كيويه الشريحه والسوريز كندير وحده هكا وحده هكا ما غاديش نجمعهم في بلاصه وحده، وغادي ندير ثاني المشمش والقرقاه هادي هذا هليا باش يجي داكشي هو هذاك. مخصنيش نزقل شي حاجه سمحوا لي صاحب الكاميرا الله يعطيكم الخير
يكبر بكم الله يحفظكم لينا بلا بكم حنا ما كنبانوش. هادشي اللي كاين. ودابا نديرو ثاني لالا المشمشه مع السيده القرقاع الحره، ونديرو ثاني الكيويه مع الشريحه والسوريت. وهنايا غادي ندير، لا صبروا عليا هدا عليا، هنا غادي ندير الليمون مع السل بواحد الطريقه. يا سلام سليم ولا تتكلم، اللي قال شي حاجه هاني هنا ما كاينش، تبارك الله علينا. داكشي دايزو الكلام. دابا غادي نديرو البيض ديال السمان كيف العاده، يقدر نديروه هنا. شوف بين كل جوج خيضات نديرو بيضه، بين كل جوج خيضات نديرو بيضه. انتما اش خاص هنا؟ مشمشة شتيت، قلت واحد المشمشة ما شفتهاش حتى بديت كنحط هذا. على بون تاع الخوت كنت غادي ندير واحد الاكسيدون، اكسيدون دو طرافاي، وهاد الناس حشومة ندير معاهم شي اكسيدون دو طرافاي. واي كليان خص اي حاجة دامنة عندي يديها على حقها وطريقها، ومن داك الشرف كيعجبني الحال ملي كيكون كلشي هو هذاك. دابا شنو خاص؟ غادي نزيد كيف العاده رشيشه ديال اللوز، والصراحه الصراحه الصراحه طبق فني بامتياز. وبلا ما نشكر لكم راسي، هذا الطبق بغيتكم تذوقوه ما شهيتكم فيه بالنسبه لعيالات الحملات، الله يسمح لي منكم. وتبارك الله علينا انتما الفصيل ديالي، تبارك الله ما شاء الله، داكشي معتبر. حنا دائما راه الاشاره ديالكم، واي طلب واي استفسار حنا كما كنقول لكم راه الاشاره. ونتمنى ينال لا طبق ديال السلطه ولا هذا الطبق هذا ينال الاعجاب ديالكم. هادشي راه شي حاجه رائعه وخدمناها من قلوبنا، ونتمنى نوصل عليكم بطريقه زوينه. وكما قلت لكم اي استفسار مرحبا، واي واحد فيكم محتاج شي حاجه يتصل بينا على الرقم ديالنا اللي غتلقاو عندنا في صندوق الوصف. ومرحبا بكم.